اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. كنا عملنا في الفيديو اللي فات وحدة الوردة دي، ممكن نستخدمها للتزيين، شكلها جميلة وبسيطة. دلوقتي هنعملها مربع جراني. هنعمل عقدة البداية على الخيط، عملت عقدة البداية على الإبرة، وهدخل في أي غرزة بيكو. أنا هشتغل في غرزة البيكو اللي كنت بعملها في الدور اللي فات، في الفيديو اللي فات هدخل فيها وهعمل غرزة حشو. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهنتقل لغرزة البيكو في البتلة اللي بعديها، وهعمل فيها 3 غرزة عمود ب2 لفة، 1، نفس المكان هدخل واعمل كمان غرزة عمود ب2 لفة كده 2، في نفس المكان هعمل غرزة عمود ب2 لفة كده 3، هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي نفس المكان هدخل واعمل فيه 3 غرزة عمود ب2 لفة كده 1، نفس المكان هدخل واعمل كمان 2 كده تاني 1، في نفس المكان هعمل كمان 1، يبقى كده 3. يبقى دي الزاوية بتاعت المربع الجروني، اشتغلت فيها 3 غرزة عمود ب2 لفة، 5 سلسلة، 3 غرزة عمود ب2 لفة كده، دي اول زاوية. بعد كده هشتغل 3 سلسلة واروح عند البتلة اللي بعديها في غرزة البيكو، هشتغل فيها غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة والف الخيط على الإبرة مرتين، وهروح اعمل زاوية زي اللي انا عملتها دي، 3 غرزة عمود ب2 لفة، 5 سلسلة، 3 غرزة عمود ب2 لفة كده، اول غرزة عمود ب2 لفة. كده التاني، كده التالت، بعد كده هشتغل 5 سلسلة، في نفس المكان هدخل واعمل فيه 3 غرزة عمود ب2 لفة، 1، اتنين، كده 3. كده دي اتكونت معايا تاني زاوية، هشتغل 3 سلسلة واروح عند البتلة اللي بعديها في غرزة البيكو، هعمل غرزة حشو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة والف الخيط على الإبرة مرتين، وهروح اعمل تالت زاوية، ان انا بشتغل 3 غرزة عمود ب2 لفة، 5 سلسلة، 3 غرزة عمود ب2 لفة في نفس المكان. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وفي نفس المكان هدخل واعمل فيه 3 غرزة عمود ب2 لفة. كده 1، كده 2، كده 3، هشتغل 3 سلسلة واروح عند غرزة البيكو في البتلة اللي بعديها وبعمل فيها حشو، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبروح عند البتلة اللي بعديها وبعمل فيها زاوية، ان انا بشتغل 3 غرزة عمود ب2 لفة، 1، اتنين، تلاتة، 5 سلسلة،
في نفس المكان بدخل واعمل فيه 3 غرزة عمود باتنين لفة، واحد اتنين كده اول عمود، كده التاني، كده التالت، بعد كده بشتغل 3 سلسلة، وبروح عند اول غرزة حشو عملتها اللي هي هنا في الدور في اول غرزة حشو عملتها، وبعمل فيها منزلقة. كون معايا واحدة بالشكل ده كده، لو حابة بغير اللون هغيره، لما انا هسيب نفس اللون هرتفع 3 سلسلة، 3، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه 3 سلسلة هدخل واعمل غرزة عمود بلفة كمان، يبقى كده اشتغلت 2 غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل سلسلتين وهروح عند الثلاث غرز عمود بلفة دولي، هشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة كده، واحد كده، اتنين كده، ثلاثة، هرتفع سلسلة، هنتقل عند الزاوية الخامسة سلسلة وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، واحد كده، اتنين، هعمل 5 سلسلة، 2 3 4 5، وفي نفس المكان هشتغل 2 غرزة عمود باتنين بلفة عادية، واحد اتنين، بعد كده هشتغل سلسلة وهروح عند الثلاث أعمدة دول، هشتغل فوق كل عمود هعمل غرزة عمود بلفة عادية، واحد اتنين، ثلاثة، بعد كده هشتغل سلسلتين وهروح هنا عند غرزة الحشو وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، واحد كده، اتنين، بعد كده هشتغل سلسلتين واروح عند الثلاث اعمدة هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، واحد اتنين، ثلاثة، بعد كده هشتغل سلسلة وهروح عند فراغ الخمسة سلسلة وهشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة كده، اول غرزة عمود بلفة كده، التانية، بعد كده هشتغل 5 سلسلة وهشتغل 2 غرزة عمود بلفة في نفس المكان، واحد اتنين، هرتفع سلسلة وهروح عند الثلاث اعمدة هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، واحد اتنين، فوق العمود الثالث هعمل واحد كده، ثلاثة، بعد كده هشتغل سلسلتين وهكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. وصلت لنهاية الدور واشتغلت سلسلتين، هروح اعيد سلسلة 2 وفي السلسلة الثالثة هقفل بمنزلقة، بعد كده هشتغل سلسلة نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلة هدخل واعمل فيه غرزة حشو، في غرزة العمود اللي بعديها هدخل واعمل فيها حشو، هنا كنت بعمل فراغ 2 سلسلة هدخل واعمل فيه 2 غرزة حشو، واحد اتنين، كان عندي هنا 3 أعمدة هدخل واعمل فوق كل عمود غرزة حشو، واحد اتنين، ثلاثة،
فراغ السلسلة اللي كنت بعمله بين الأعمدة والزاوية، هدخل واعمل فيه غرزة حشو. عندي هنا عمودين، هدخل واعمل في كل عمود غرزة حشو. عندي فراغ الخمسة سلسلة، هدخل واعمل فوق فيهم 5 غرزة حشو، 2 3 4 5. عندي 2 عمود بلفة، هدخل واعمل في كل عمود غرزة حشو. فراغ السلسلة هدخل واعمل فيه غرزة حشو. عندي 3 أعمدة، هدخل واعمل فوق كل عمود غرزة حشو. عندي فراغ السلسلتين، هعمل فيهم 2 غرزة حشو. العمودين بلفة، هدخل واعمل فوق كل عمود غرزة حشو. فراغ الـ2 سلسلة، هعمل فيه 2 غرزة حشو. وصلت للـ3 أعمدة، هدخل واعمل فوق كل عمود غرزة حشو. فراغ السلسلة هعمل فيه غرزة حشو. الـ2 عمود هعمل فيهم 2 غرزة حشو. هعمل في الـ5 سلسلة 5 غرزة حشو. تلات أعمدة، هعمل فوق كل عمود غرزة حشو. 1 2، دول العمودين قصدي، هعمل فيهم فوق كل عمود غرزة حشو. فراغ السلسلة هعمل فيه غرزة حشو. وصلت عند الـ3 أعمدة، هعمل فوق كل عمود غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لنهاية الدور. كمل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وهشتغل في آخر فراغ سلسلتين، هعمل فيهم 2 غرزة حشو. وهقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو عملتها. يكون معانا 1 مربع جراني، ممكن نسيبها كده، يكون معانا بالشكل ده كده. 1 مربع جراني مجسمة نشبكهم في بعض، وممكن نعملهم مفرش سرير، ممكن نعملهم بلوزة، ممكن نعملهم وحدات لشنطة. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.